الديفنس ميكانيزمز بتبقى مينلي حاجات احنا بنستخدمها بطريقه ان احنا نبروتكت اور سيلفز بيها. فالديفنس ميكانيزمز دي زي الدينايل، زي ان انا ريزنينج، راشناليزيشن، كلها حاجات اللي هو يعني بتبقى انا ببقى اكسبكتنج حاجه هتحصل طبعا unconsciously وانا مش مدرك 100%، فببدا احط الديفنس ميكانيزمز دي. ودي حاجه دايما بتحصل verbally، فوانا بتكلم مثلا ابقى in denial او كده. وده اللي كنت بقول ان الارت ثيرابي would be very helpful، عشان الارت ثيرابي بيتخطى الديفنس ميكانيزمز دي في حد ذاتها بطريقه indirect، فالشخص ما يحسش ان هو threatened، لان احنا اول ما بنحس باي threat الديفنسز بتزيد اكتر بالظبط. فلو انا استخدمت الارت، هو يعني شخص متحكم بطريقه سيف بالنسبه له في كميه الديفنسز اللي هو بيطلعها، ف it makes it a lot easier لينا احنا الاثنين to access بقى الباترنز او اي حاجه بتحصل.